رباش رباش وطن امانتي انا قائد جميعا لابني من وطن وعلم الله يهديك يا ابن السرق سرقونا ما خلوش حاجه قوم قام سكتوهم قوم سكتوهم قوم سكت قوم على عملك وينهم عملي قوم على عملك شوف عملي عملي شوف ما تسوي العمل ايوه العمل حقنا ايوه انا اسرح له قوم 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 المشكلة مش من عندي، أنا الآن بتصل للسكرتيرية حق الإدارة العامة وأسأل ليش النظام معلق. ألو؟ هاي السكرتيرية، النظام معلق الآن، لا قدرنا نرسل الحوالة ولا نستلم، والناس الآن أمامي يزعقونا. أيوه أيوه هذا بكل الفروع مش اللي عندك بس. طيب إيش الحل؟ المهندس جبران هو المسؤول عن تصليح النظام داخل الشركة وهو حاليا غائب، نحاول نتصل له جواله مغلق. طيب ايش اقول للناس الان؟ قل لهم هذا فيروس خارجي ضرب النظام والمهندس مش موجود. اقول لهم كذا اغلق احسن. طيب اهدا واني الان اكلم المدير يشوف لنا حل ولا يجيب مهندس ثاني على طريقه. ان شاء الله تكون السياره من نصيبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. وين شركه الاي اي اس للصرافه؟ معك الحارسي حق الشركه. يا سلام انك الحارسي، انا اشتي الاداره العامه مكتب ابراهيم. اطلع عند الشركه لفوق في فيروس خبط النظام عندهم. فيروس؟ ايوه فيروس كورونا ولا فيروس ايدز؟ فيروس. ها فيروس هذيك اللي تدندن. فيروس يا اخي اطلع عندهم لفوق وهم بيفهموك. من وين اجزاء؟ من هنا اطلع طوالي اول باب على طول طلع الشركه. اذن اوكي. يا اخ ممكن أيوة. خدمه بسيطه. ايوه اشتي كمامه على سيان اقي نفسي من الفيروس. اطلع عندهم لفوق وهم بيجيبوا لك الكمامه. كمامه؟ ايوه يلا. مين اللي قتل انت من الصبح تخبطني خاب؟ يا ياسين بالله عليك الراتب وخارجك ذي الايام؟ والله اخي لا يخارج ولا حاجه ولكن قدر امشي في روح عالي. طيب ايش رايك نروح عند المدير نخليه يرفع لنا الراتب ولا يغير لنا الدولار؟ كيف؟ انت جنين وما حد راجعك كذا. أقول لك لأخفاك هذا بيضربك. ساعة تشتي زيادة معاش وساعة تشتي بالدولار وساعة تشتي بالسعودي ما انت داري كيف تعمل نفسك. مش عارف انت مش عارف الاسعار زيادة تخرجش السوق شكلك ولا تشتري شيء شكلك. يا مدير يا مدير الموظفين اللي بالفروع ازعقوا الاتصالات وانت ما شفت لنا حل والنظام معلق. يا ياسمين انا من اول ادور حلول ودور حلول وانا منزعج انا اكثر شيء. أنا من أول وأنا أحاول أتصل للمهندس حقنا الكبير المبرمج الكبير جبران بس ما بيش فايدة. ها جاوبك إيش قال لك؟ للأسف ما جاوبناش واللي جاوبنا واحد ثاني وهذا الواحد الثاني قال لنا عام إنه جبران مخطوف. يا الله ما عملت معاهم؟ ولا عملتوا حاجة إيش عمل؟ أوه يا أخي إلا أخرج واشل لكن بقدري لا افرط ولا حاجة. ايش اعمل؟ افتهم لي افتهم قولي لانك معك راتب وزوجتك ياسمين معها راتب راتبين يخارجكم لكن انا لا يخارجنا لا لي ولا لاسرتي. مو دخلك انت بزوجتي من لما اشتغلت مرتي سكرتير حق المدير وانتم خلاص تستلموا اثنين رواتب، انت تستلم راتب وزوجتك تستلم راتب، شفتوا ايش خد معي 20 طابع؟ يا اخي المعاش ما يجيش، لكن احنا الحمد لله ماشيين في بحالنا، لا نشتي زيادة راتب ولا حاجة، اشتغل، المدير رابح والله شيء بصيحك، اشتغل. خلاص خلاص.
تقول بعض ما يصلح النظام بزيد الراتب. اوه حسبي الله ونعم الوكيل. قلت لهم وين جبران؟ هاتوا جبران يا جماعة الخير، عيب، هذا مهندس كبير بشركة كبيرة، خلوا الرجال يجي يشتغل، عيب عليكم. قالوا يشتوا مني يا عم 100,000 دولار، من اللي يجيب لهم 100,000 دولار؟ أكيد بتدفع لهم يا مدير، لأن جبران أخونا وزميلنا بالشركة. كيف؟ أدفع لهم؟ أنت مجنون ولا بعقلك؟ يعني يكونوا خطبوا واحد من الموظفين وقالوا يشتوا 100,000 دولار ما عادش يجي اخر السنه الا ولا معي ولا ريال؟ والله ما تدير ريال. قال لك 100,000 دولار. طيب ايش الحل يا مدير؟ الحل يا بنتي نحن نفكر بحاجه ثانيه. الحل اسمعي، اتصلي لي باي شركه من اللي تعمل صيانه للانظمه وخليهم يجيبوا لي اطرح مهندس. يلا. حاضر يا مدير. قال لك 100,000 دولار، والله ما يسوى 200 دولار. حياكم الله. حياكم الله يا موظفين. قلت لي اسمك رباش. طبعا طبعا، ولي الفخر بذلك. واي خدمات يا استاذ رباش؟ والله يعني جينا نتوظف، يعني لو معكم هنا وظيفه اكون كذا يعني عندكم استلم هنا. لا 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 على امانه على ايه؟ اهبل ولا تتهابل انت الحين؟ يعني نص بنص، ممكن تكون تندو يمني وممكن تندو دولارات الراتب. شوف السكرتيرة يا سمين. وكيف هي مليحة؟ قوم يا طلع من قدام وجهي. قصدي ايش توافق؟ مين اللي توافق على امره؟ انت ليس حلما اراه في المنام. انت حلما لا يدعني ان انام. من الوظيفة، الوظيفة. ترى انتم الاثنين زيت. كيف؟ قصدي يعني والثلاث مشي حالك، والربع هنا وهنا، والخميس اجازه، والجمعه راح نصلي الجامع. والسبت قسما بالله لا اقوم اكسك. ايش اقول لي؟ مصر معنا كذا. قوم يا اخي اقعد قدام وجهي. اهدا ياسين، معك مصر. مالك انت تشوف ايش اقول على زوجتي؟ مالك؟ يا ياسين بطل غيره، زوجتك ياسمين في البيت، هنا السكرتيره اختنا جميعا. يا اخي اسكت اسكت، خلي لي حالي، اعجب انت ما تعرف تهجر ولا انت داري مو تقول، خلي لي حالي. السكرتارية في الإدارة العامة قالت فيروس ضرب النظام، الآن بيجيبوا مهندس يصلحوه وكل واحد يستلم حوالته. منكم الصبر ومننا الوفاء. الو شركة الأنظمة والبرمجيات، معكم سكرتيرة شركة AS الصرافة. عندنا مشكلة في نظام الشركة، يمكن ضرب له فيروس ونحتاج مهندس يصلح لنا النظام. ايش؟ لا يمكن يتصلح الا عن طريق المهندس جبران. كيف؟ 100,000 دولار عشان تصلحوا النظام وكمان نظام جديد؟ لا 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 خلاص، شكرا، مع السلامة. مو مع السلامة، هذا احنا وصلنا. اي خدمات سريعة، انا مشغولة ونظام الشركة مغلق، ما بقدرش اخدمك باي حاجة الان. لا 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 تخدمينك، انا جيت اخدمكم، انا اصلح لك النظام. انا انت تعرف تصلح النظام؟ بو 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 واحد يبصر القمر والكوكب الشمسية والقمرية وما يعرف يصلح النظام؟ مالك يا بنت؟ احنا نصلح الانظمة، احنا البرمجيات، الحلويات، الشوكولاتات، الحلويات هذين حقنا، حقنا الحلويات هذين بالذات. يا مدير يا موظفين، ايش في؟ ايش في يا بنتي؟ ايش في؟ ايش في خير؟ ايش في؟ مالك؟ هذا يكون زعلك بحاجه؟ زعلتك؟ لا انا قلبي يصلح لنا النظام. ما يصلح لنا النظام حق الشركه؟ مش معقول، يعني انت المهندس؟ لا ايوه، ايش المشكله يعني بالضبط؟ المشكله يا ابني انه في فيروس خارجي ضرب النظام الداخلي داخل الشركه. فيروس خارجي. قد الغرب غزو الأنظمة العربية كلها،
خلوها طالع طالع، النازل نازل، شتتوهم كامل. باين عليه مدير فاهم. يعني يا ابن الذين طلعتوا مهندس ها؟ ياي ما لكم ذقتوا بوك ذا من اول مره؟ عاد اول كان الشيء يتوظف. اهدى على طول. اهدى يا ابني اهدى. هذا ما هو الثقة، يلا مع السلامة. اسمع يا ابني هبدات، لا 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 احنا واثقين، مالك منه هذا؟ مالك منه؟ أنا لا يمكن أصلح النظام إلا لما تفصل هذا فضولي. أفصله؟ ليش يا باشمهندس؟ لأنه عميل وخائن، يمكن هو اللي بألف النظام فيروسه، أنا متأكد وحاسس. والله نفس الإحساس اللي عندي. أنا شاكك من هذا الرجال عميل. يا مدير ذا يكذب عليكم. والله انك يا عامر شكلك عميل وعميل خارجي. ياسين تفضل. عامر هذا ابصله من الشركه ومحول التحقيق. يلا برا. انا بفهمك يا مدير. ولا كلمه. اسمع انا بفهمك. ولا كلمه. بفهمك. ياسين ايوه شله واطرده برا. يا عميل يا خاين يا مندس على الشركه. يلا طلع. يلا يلا اطلع برا. امشي يا عم. ابوك يا ياسين خلاص. وعاد تهنجم، انت عميل وخاين، خنت الشركة الذي تأكلك وتشربك، وهذا كله بسبب لفك هذا الذي ضربك، ساعة تشتي زيادة، وساعة تشتري بالدولار والسعودي، عيب. بس زعلان انت ليش انا وقفت مع الحق؟ صرت مع الحق؟ ايوه يا رجال تعلم التحقيق، زعمت ترجع لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيء. يا سلام عليك يا سلام عليك يا ابني. يلا يا ابني ده اشتيك تجي معي وتدخل المكتب علشان ترجع لنا النظام. يلا يا ابني. لا لا احنا هنا انا ممكن اصلحه من هنا. لا يا ابني السيفر كله الداخلي عندي في المكتب. تعال يا ابني تعال. بس انا عقبت انا يعني مش ممكن اصلح من هنا يعني المكان هنا حلو. لا ما ينفعش يا ابني، اقول لك عندي هنا داخل المكتب. ياسمين جيبي لي كده خلاص عصير حلو معتبر للمهندس الجميل هذا. هيا يا ابني. طيب يلا يا ابني ماشي. يلا يا ابني تعال اشربوا انا. تعال يا ابني. ملح نشربوا. يلا يا ابني ملح. تعال الحمد لله انه بسمع الزوجي ياسين هو قلكه. اه يا عامل والله وقعت وما حد سمع عليك. انا كنت حاسس انك بتوقع. تخون الشركه؟ تخون الشركه اللي تاكل مني عيش؟ من اللي قالك الكلام ذا؟ من اللي خليه؟ اللي خليه خلى الكل. صاحبك رباش. رباش 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 ده بيربش الشركة وبيربش النظام وبيربشك أنت وزوجتك ياسمين. بصراحة يا عامر لو ما كنتش أنت خنت الشركة فيرست النظام ما كناش ما نحتاج لا الرباش ولا الغير رباش. أيوة يا ابني المكتب لايق عليك. يلا يا ابني قلت لي اسمك إيش يا باشمهندس؟ رباش. رباش ما شاء الله اسم جميل رباش. ما شاء الله ما شاء الله. هيا بي صلح النظام. صلح النظام؟ لا مو صلحك على طول. عادي عادي صلح النظام يا ابني. انت مهندس ولا لا؟ لا 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 عندي شروط ولا يمكن اصلح النظام الا بشروطي الخاصه. الشروط يا ابني تشتي بياس باجيب لك. اشرط اشرط كم تشتي؟ لا 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 مش كل شيء فلوس. ها ايش؟ شرط ثاني. اي شو؟ لو تشتي النظام يصلح زوجنا ياسمين السكرتارية تبعك. أنا خنت الشركة؟ أيوة أنت خنت الشركة. لا تترحم ليش وتبكينا. إلا قل لي يا عامر كم استلمت منهم من أجل تفيرس النظام حق الشركة؟ أنا لو استلمت ما كنت طالب بزيادة راتب ولا طالب بحقي وحقك وحق كل موظف هنا بداخل الشركة وبالأخير أطلع خاين. الله المستعان عليك يا ياسمين. مالك يا ابن الجنان؟ ياسمين مزوجة وزوجي اشتغل عندي هي بالشركة. ها ها قايم زواج؟ ايوه مزوج. ايوه
يلا مع السلامة. اجلس يا ابني اجلس يا ابني اجلس يا ابني، ماذا صلي على النبي. هاي مزوق معك الاسامة. يا ابني انا اضحك معك انا اضحك معك، انا قال كذا مصدق واشتغل. الله المستعان، صلي على النظام ولا يهمك الا ازوجك، ولا يهمك الا ازوجك يا اسمي. يعني مش مزوق؟ مش مزوق، انا اضحك معك من اول. بس انا ماشي اصلح النظام الا لما ياسمين تقول اني احب رباش فزوق رباش. طيب ما دام في شروط ولا يهمك الان، بروح لعنده واقول له اني توافق على زواجتي من البش مهندس رباش. يلا هي هي صلح النظام وانا بروح لعنده. لا 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 لما توافق بزنا للمكتب حقه واتفقنا معه. طيب امر يلا. الله يربشك يا رباش، ربشتنا الله يربشك. خلاص خلاص لا تقلقش، انا مهندسة جديدة رباج مكتب المدير يصلح النظام، وبعدين كل واحد يستلم حوالته. انت متأكدة ان المهندس الجديد وصل؟ والله لو تشتي تتأكد اتصل لمكتب المدير من نفسك. ايوه باتصل لمكتب المدير واتأكد بنفسي انه صلح النظام ولا لا. مشي الحمد لله انه مشي. هذين المهمة. هيا مدير، صلحت النظام حق الشركة ولا ما تصلحت؟ للأسف ما صلحت. اسمعني يا اسمي، كيف علاقتك مع زوجك ياسين؟ ايش دخل علاقتي مع زوجي ياسين بنظام الشركة يا مدير؟ ايش دخل علاقتك مع، لانه ما تصلح النظام بالشركه الا لما نزوجك على المربوش هذا رباش. مالك يا مدير؟ انت قلت يا مدير الموظف عامر حولته للتحقيق، وانت زوجني فوق زوجي، تفضل الشركه حقك على الموظفين، انا السوق شاشه زوجي مشين على يا بنت. اسمعي جلسي 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 خليها تحكي جلسي، انتظري مالك كذا حقيقي. اهدوا اهدوا، السكرتارية قد قالت ان المهندس وصل وهو الان بمكتب المدير. انا عارف انه تأخر، بس بزيد اتصل انا للمدير بنفسي واتأكد، ولا تقلقوا اهدوا. يا مدير ايش من المهندس هذا اللي جبتوه؟ يا يصلح النظام يا زبطوا له خارج، العملاء زعقونا. شوف يا اخي لا تشغلنا، اذا ما تخرج العملاء دوما اللي ازعقونا انت مفصول. انا يا مدير اذا ما خرجتهمش انا مفصول. الو الو، لو كان المدير ضابح اليوم حتى صوته ثاني. اهدئي يا بنتي اهدئي، لما انت كذا حرقك. جلسي جلسي شويه جلسي فهمينا. اسمعي انا وانت بنعمل خطه وزوجك ياسي على انه شنزوجك هذا المربوش لما يصلح النظام، وبعدين شزبطبه من الشركه زبطت كلب، وما لكم الا مكافاه. ايش المكافاه؟ شصرف لكم 3 رواتب، ومش بس كذا، شاجيب لكم السيارة اللي بالحوش، أكلم الحارسي يجيب لكم السويس حق السيارة، وخذوها مني هدية. ما رأيك؟ 3 رواتب وسيارة؟ الله يا مدير كم نحلم بهذه السيارة؟ كل يوم نمشي موش وتعبنا ونحن نمشي موش ومشاوير ومواصلات. صحيح صحيح صحيح. يلا الآن أشتيكي تروحي تجيبي لياسي علشان أفهمكم الخطة واشتيكم تنفذوني بحذافيره. يلا يلا هي الان حاضر. يلا 3 رواتب سياره. ها رباش شي بزواج مرام مزوجه. الله انك يا مجنون يا مربوش، قدك مربوش. الله يربشك ربشنا. اسمعوا يا جماعه الخير، قال اذا
كل واحد يروح بيته، وانا بقعد الانفاق لما اصلح النظام انا اتواصل بكم تجون حوالاتكم. خاطركم. ان شاء الله تكون السياره من نصيبي. المدير. الو مدير. ايوه انا عند السياره. ايوه ايوه لما تجي السكرتاريه جيب له اسوس له وزوجه. ايوه يلا حاضر حاضر، مع السلامه. من الصبح وانا انظف السياره بالاخير للسكرتاريه وزوجه. نورت الشركة يا باش مهندس رباش. لا تربشيناش، قصدي لا تحرقيناش. أنت النور، أنت القمر، أنت العسل. لا تحرقنيش. ما فيش حراقات بين أنا. بس يرضيك إنه مدير حق الشركة يزوجني واحد من الشركة غصبا عني؟ والله ما يرضينا، ولن يتم هذا الزواج إلا بموافقتي شخصيا. تعجبني، سيطرت على الشركة، سيطرت على المدير وخليته يخضع لأوامرك. أيوة، هذه حركاتي ولمساتي لمسات رباش. وانتي وانتي خضعي لأوامري ومشي فيها أقول لك. حاضر طيب ولا يهمك. أيوة. يا سلام يا سلام يا سلام على الإرسال، يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله من أولها. حاضر سيطرة حركات. ها لا تحرقنيش يا مدير. يا بنتي لا يا بنتي ما فيش أي إحراق، أنا هنا مثل أبوكم، أنا اللي أرى العروس هذا كله. ما شاء الله يا رباش عليك ما شاء الله. أب 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 الله يجعل لك يا مدير. غبشت أنا غبشت الشريك الله يلبشك. حياك حياك يا رباش. اشرب اشرب يا بنتي. الله يحييك. اشرب شرب عشان تصلح النظام صح؟ يا ألف أمك. أنا في دارك يا عامر أخي، نمشي بالخطة بالحرف الواحد. بالله عليك يا ياسين، تشتيني أقترب أمن شرعي وأعقد بزوجتك ياسمين للمهندس رباش؟ أقول لك هي زواج الله كذا وكذا ما هيش حقيقي، أنت قاربه إنه مربوش، وبعدين نبي ما يصلح النظام وبعدين نقلعه من الشركة. طيب أنا اللي أفصل من العمل. من قال أنت مرجوع؟ طيب اسمعنا اسمع، خلاص أنا بعمل، لا بعقد، أنا خلاص أنا بعقد موافق. تمام بلبس وبعقد، بس قل لي إيش المكافأة اللي بتحصل عليها؟ أشتي عليك إيش المكافأة اللي بتحصل عليها؟ قال لك المدير شدي لي 3 رواتب لي ولزوجتي، وشدي لنا السيارة حقه. وبعدين شنو كنا نوصلك معانا؟ انا ايوه شنو كنا نوصلك من الشركة ونروحك. ايوه عاد تشتي. طيب وين زاد الراتب؟ وندي لك من الراتب. هي موعد باقي. يلا قوم البس الله يحفظك. يا سلام يا سلام. خلص المهم لا تقلق يا رباش، الأمين الشرعي قدوا بالطريق عشان اليوم نعمل العقد. تسلم تسلم يا مدير. لا 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 اللي يجيبه قلبك. حل يا سلام عليك يا فنان. لك مفصول يفصل الوجه المليح هذا. لو قلت يلا صلح النظام ليه وصلنا؟ ها؟ صلح النظام. ها؟ صلح النظام. مثل ما اتفقنا، يجي الأمين الشرعي يا عقيد أشول الورقة حقي ولا لا 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 صلحنا النظام. ما شاء الله على عامر ما شاء الله. امين شرعي امين شرعي. بس باقي وقتي بيعرفوا النوف. ما ليش عرفوه؟ ايه
يا رجال باقي لك النظاره. اوه والله ما عاد حد يعرفها، ما عاد تعرفها مراتك. يلا يلا تعال تعال نروح نصلح لك زيد هذه مشدسه على الناس، والنظاره نمشي له وسبكني. امشي 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 بعدي، والله لا خليك امين شرعي. صف ألف مبروك ألف مبروك يا رباش، ألف مبروك ما شاء الله. الله 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 يبارك فيك، الله يبارك فيك على لا 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 لا. وأحلى زواج لما يكون كذا مبسط، يعني ما أقول لا خسارة ولا شيء، لما أقول له عصير. أكيد أكيد أنا يا رباش قد زوجت ناس كثير، بس يا رباش الله إنك إن شاء الله أشتي منك إلا ها تجيبوا أطفال بطاقيق فلاشات زواكه هرجات ها الله لا 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 يا مدير لا تحرقنيش السلام عليكم يا مدير. وعليكم السلام. تفضل يا امين الشرعي. حياك الله قاضي، تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله قاضي، حياك الله. يسروا ولا تعسروا، كل شيء ميسر ما باقي الا تعقد. فين العروس وفين العريس؟ انا مطلوب صالح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. وين الشهود؟ موجودين احنا انا وهم. وما هو المهر المتفق عليه؟ اصلاح النظام. ايش؟ اصلاح ذات البين، هي عقد. الله لك عقد يا قاضي. لا حقي لا حقي. شغال بقم 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 ولا يهمك. مشيت رجل البترول غالي. بسم الله بسم الله بسم الله توكلنا على الله. كيف له المدير وزع سيارات؟ أكيد الموضوع في بؤنا. وهذه ورقة العقد. تمام تسلم يا قاضي، تسلم مبروك يا رباش مبروك. الله يبارك فيك. يلا يا رباش قم صلح النظام. بس باقي ورقة العقد لازم تبقي معي يا مدير. خلاص طيب يا رباش. يلا يلا صلح لنا النظام يا رباش. يلا. صلح النظام. ايوه على طول على طول انت تأمره. متاكد انه اسمي انا مكتوب كل حاجه. يلا يا ياسين زغرت، يا ياسين زغرت. اقوى ياسين اقوى. بس بس ما ادري شو زغرت انا. اشتي اقول لي مبروك. بس قول له مبروك يا ياسين. يا مدير انا اشوفه والله كبير كبير. اسيل ها شو يعني؟ يلا انا لن اصلح النظام حتى يقول مبروك اللي رباش. ياسين انا بحر. ياسين يا حبيبي افهمنا اشتكي تبارك له. وانت هذا الحق الحق عشان تشل الايجار حقك قوم. الو قوم قوم طبعا حط سيارات منه. ياسين حبيبي قل له مبروك وخارجنا. يلا خلاص يا مدير انا اشوفه والله اني كبيره كبيره يا مدير. يا قاضي طيب ولا يهمك الحساب. بس هذه المره الحساب زائد. لا مو زائد لانه كل شيء غالي، كل شيء ارتفع، الاسعار زادت يعني بالدولار وبالسعودي. ايوه والعقد مدبل. طيب طيب من عيوني ولا يهمك يا قاضي. المهم يا ياسين اقسم بالله اذا ما تبارك لوش لا عاد في لا سياره ولا عاد في ثلاث رواتب. تفهم ولا ما تفهمش؟ طب احنا اتفقنا ولا خلاص ترجع بكلامك. بارك له. يلا يلا طيب. يا مدير الايجار سريع معي عقد ثاني. عقد الزواج ثاني خلاص يا قاضي. طيب. خاف الله اهدى. حاضر حول ولا قوه الا بالله. جبت لي القاضي ده لحظه وهذا وجبته معي. المهم بارك له. يلا طيب السياره نظيف خليت الحارس ينظف. كل شيء نظيف وكلمت الحارس انه مفتاح. يلا في بترول السياره. ياسين يلا بارك له يا مدير. خلاص يا قاضي نفتح. قلت لك معي عقد. خلاص طيب اهدى شويه دقيقه. طيب معي عقد ثاني انا اشتي. خلاص يلا 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 حلو كده لما غلقنا عليهم يلا ننطلق على طول. بس شوف يا رباش انتبه تخونني. لا 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 الا الخيانه ما هيش من عوايدي. دحين وين شي نروح؟ وين شي نروح؟ خليك بعدي. يلا حاضر يلا بعدك بعدك. يلا قول له مبروك. يلا 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 واحد اثنين ثلاثة مبروك. رباش يا سمير رباش يا سمير رباش يا باشا
رفاش افتح الباب يا خطير افتح الباب يا ياسمين تعالي سب بالله انه حقير والله ما راح اطلق رفاش والله ما راح اطلق رفاش يا ياسمين يا رفاش اصاح يا ودخلها قلت لها رفاش يا ياسمين انا زوجك زوجك زوجي مش وقت الخبر هذا خلي احنا نفتح الباب يا جماعه افتحوا الباب رباش ياسمين 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 والله ما وقت يا الله يلا يا بنية يلا لما تتأخر عليها هي الطويل مبروك ما سرق الخبر انتشر من عروس اللي بالمكتب مبروك على السيارة على السيارة الله يبارك فيك الله يبارك فيك بس من هنا زوجي زوجي الجديد ليلى بو كيف كان زوجي جديد انا وضعك الى المدير لان الدكتوره ممتاز لا ليلى الاماكن كلها يا ياسمين مشتاقة لي يا رجال يا رجال هكي احنا انت وياسمين الله يقلعك انت وي احنا بايش وانت بايش انا خسران كل لحظة وانا اخسر كل دقيقة وانا اخسر محلاتي كلها كل مبندة بسبب ضرب النظام الله انتقمك وتتهمني ياسمين الله يقلعك يا رباش الله يقلعك يا رباش انا اقول لكم يا رباش هذا سير بسكم من بداية قلت له هيا وين هذا لللللللل من الاخ عامر عامر انا مش قلت لك تطلع من الشركه عشان رجعتها هنا انا رجعته ترجعته هي انتم الاثنين تطلعوا برا الان من الشركه لو تطلعوا برا عندي الباب مغلق هذه هلا نسيت والله والله الله يرمي شكرا الله يرمي شكرا بس يا ياسمين الله محسن السيارة والله السيارة حلاق حلاق ولو اني بقليل تراب عادي شن نظيفه شن نظيفه والله والله امشي امشي يلا يا قلبي سرينا الله 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 لحظة نحن مو من العروس لا بولا زفة ولا حفة ولا رقصة ولا قوارح بالنسبة للرقصة ارقصي لك ارقص ايوه انت تنقشي مثل ما انك اللي جنب التلفزيون ما اعرفش ارقص كيف ارقص وانا فوق السيارة كيف تقول لي كيف فهمني خلاص انت ارقصيش يلا افتح لي زفه بس مالك من الرقصه الزفه تقول المسجله دي تشتغل افتح من تليفونك تليفوني والله والله مشغل مشينا يلا مشينا يلا حل الاماكن كلها مشتاق لي خلاص يا رجال خلاص يا رجال غفيت ابن تو وياسمين والاماكن صدق يا مدير صاحب ياسمين ما شالش ياسمين والغريب دخل شل لي ياسمين وهرب الغريب الغريب حاصرنا داخل شركتي انا صاحب الشركه أتحاصر داخل شركتي وما أقدرش أخرج منها أنا صاحب الشركة محبوس داخل السكرتارية ومش قادر أخرج منها يا ياسمين والله إنه ظلم أقسم بالله إنه ظلم أي أسا أيوه 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 أي أي ميوة 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 أيوة عاشو السلام يا ياسمين والله إنه ظلم أقسم بالله إنه ظلم صحيح ظلم وانت ليش ما تيجي تفتح لنا بالباب ها ليش ما تيجي تفتح
تدخل الباب. انا صرت اجيب السكرتيره ياسمين، انا مش لحق السياره. ايش؟ جبت ايش؟ قلت ياسمين هل انت حق السياره؟ ايوه اللي قلت لي هو. ليش جبت انا ليش؟ انت قلت لي جيب المفتاح. صح. صح انا قلت لك. انا غلطان. بس يا مدير من اوضك اللي معي؟ زوجة ثانية. اسكت. وانت وقال زوجة. اسمع. ايوه. اشتيك الان تروح تدور ليهم تجيبهم من تحت الارض، تمام؟ ولا قسما بالله ما تدخل للشركة واعتبر نفسك انك مفصول، تمام؟ يلا. بس انا من وين اجيبهم؟ من اين ادورهم؟ دورهم للجيل يلا. يلا بس بس. سرعة سرعة. الا قل لي عامل. لو ما تكونش تتفاعل وتهدر معانا لهو. ما اقول ما اقول، قد انا مفصول مرتين، اخاف المدير يزيدنا الثالثه. قال كذا خلي السيد حافظ على رزقك، خليك مع عيالك، احرق لك. ايوه سابق سابق خلت سيارات. ايه سابق سابق. تعرفت سابق؟ ها هاي. يا دنيا كفاية. ايه لم 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 لم. انا فكرت. ايه. تخسي على القلب الحزين. من هنا. من هنا. من هنا. من هنا. يا دنيا كذا تخسي على القلب الحزين. يا وين اش نروح؟ اين اش نروح؟ بدي كلباح نمشي. الباح؟ ايوه. تقي الله لا يقول لكم ان رباش داش يلبسكم. يا اخي ربشنا ولا شيء، وبعد ما خلاك انك تفتح لقطاتها ما سمح لك تفتح لقطات. اقسم بالله تتكلم ثاني مره لاخرجك من الشركه واخرجك من حياتي. حاضر يا مدير. والله دي كلمه حلوه. مش حلوه مش حلوه. اسمع انا عندي فكره. اجي اتصل لزوجتك. ايوه اتصل لزوجتك ياسمين يلا الان الان. ايوه عشان تقول لنا هي فين بالضبط. احنا خططنا وهي لازم تقول لنا هو بينهم يلا. منو ذا اللي اتصل؟ زوجي. مين؟ ده المدير. المدير هاتي التليفون. شو قهوه؟ شجاوبه؟ ايوه هاتي. وينكم يا ياسمين؟ احنا رسال رايحين الفندق. رباش؟ ها؟ انت كيش تربش هون؟ ايوه انا الشي يوم يرتبشو، اهم شي انت ما ترتبشيش. حاضر. اش ما؟ اش ما الفندق؟ ها؟ خلاك فندق؟ أقل دي احنا متفقنا على فندق او دين. اهدى يا ابني اهدى. فندق اهدى. انا ما تروحش جرات طول عمري لما انا قاعد. خلاص خلاص. ايوه ايوه اي اي ايوه 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 عاشو السلام. رباش مو هو اللي اقترح؟ عرس كل الناس قرحوا. بس مو بك السيارة تتعروق. اصلا سمعنا الزفة قامت ترقص ترقص. رباش وقف الزبصة السيارة. الزبصة السيارة مو بك لفت زبا. وقفنا لك. رباش الزبصة السيارة مو بك. صدق اللي قال المرأة لوقا قصير وين بقية طولك؟ وين عشي كان؟ ليكون بلسانه.
طيب خلاص انا ما عشان شغبش عليك. هيا نزل رباش نزل ابصر السيارة. ولا يهمك الان شنزل ابصر. لا 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 السيارة اللي قريح. السيارة ايوه السيارة واللي قريح. طيب الان المدير خلص احد يقولوا ياسمين يوري بجدها انا ومين سرحت منهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما عليك تكلم مصر. اهلا بالمهندس مرام. ما عليك تكلم مصر. ما شفت ليش ياسمين. ياسمين ايوه مالها. قال السكرتير حق الشركة حقنا. مالها من الدنيا مخلوط خط عندنا اليوم مسرح. آه النظام عندك مضروب. مش عندي انا مضروب. النظام قم مضروب عند الشركة كامل. اه النظام شركة مضروب. ايوه اطلع اشوف. مهندس مرام مهندس مرام شفت ليش ياسمين. انا ناوي اتسحب منهم. باب 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 كيف التائر قريح؟ هذه مغلق على نفسه. مين؟ مين؟ إلا قاهم الشقة القديد الحقها. مو هذا اللي قريح مش لا. هذا لا 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 هذا حق لا 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 مش مو. لا 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 مش مو. طيب مش لا. التائر قريح. التائر قريح. أيوة. من مو قريح؟ من مو؟ آه. حملناه كثير حملناه كثير حملته كثير. هلا وسهلا. طب مو الحال دحين مش لا مو شو نعمل له. تعرفي تبنشيري ايش قصدي تعرفي تصلحي توائر. ايش رايك اتصل للمدير اذا صار لنا بالمهندس صلح لك التاير. المهندس لا ما مهندس هو تصلح حق النظام. ها صاري 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 الفندمجة الفندمجة. ها امشي امشي وقع في حفي حتى هم قلسته. كيف خلوا صلحنا احنا التواير. تقولي ايه خليك حنيك كقطبة بس. الحكومة في خدمة الشعب خلوا بنشير توائر. خلوا بنشير توائر. يلا هيا نقول لهم عن عوائل. السلام عليكم افندم. عليكم السلام. ايش هذا اللي قرح؟ هذا لا 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 ايش لا 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 هذا التاير قريح. التاير قريح. التاير معك ستيفني. والله ما انا عارف سال السكرتيريه. اه ايش من سكرتيريه قال سكرتيريه. قاطعني بصر للسبني تعال شي بنشوفه. فندق فندق يا مدير. اهدا 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 يا سيدي اهدا اهدا ان شاء الله بنحصلها بندورها في كل مكان لا تقلق. وبعدين موضوع هذا رباش انا لما اربيه لما اجيبه لا هنا وهو مسحوب على نخره ما اكون مش مهندس ابراهيم. ما لكم مش بيصلوا على النبي كلكم مجتمعين ايش حصل؟ جبران البش مهندس جبران. اين انت يا جبران؟ انت يا مدير حصل لي ظرف خارج عن ارادتي. خارج عن ارادتك؟ خارج عن ارادتي. الدنيا معصود عصيد الشركه كلها فيروسات النظام معصود عصيد وانت تقول لي خارج عن ارادتك. ايش الاهمال هذا؟ ايش الاهمال هذا حقك؟ ادخل ادخل صلح النظام ادخل صلح النظام سببت لي خسائر والله سامحك. ادخل. وين السكرتيره؟ مش وقت السكرتيره. طيب متى وقته؟ متى؟ خلينا نصلح النظام ولا يهمك. يلا ادخل ادخل صلح النظام يلا. زر زر يا فندم زر. خدها اخر زره. ايوه خلاص جاهز جاهز جاهز. كم حسابك؟ عيب يا لد الله المستعان هذا واجبين. سلام سلام يا فندم. صدق اللي قال الحكومه في خدمه الشعب. نحن بخدمه المواطن مستعدين ندخل الفرح اذا تساعدنا جميعا يا ابني. صحيح صحيح لو تعاوننا الكل فيما بيننا لادخلنا السرور عليهم. هيا ممكن حقي البيان لو سمحت. مستعجل؟ ايه واش اجزاء انا ولا. ها يلا يلا صلحت النظام. هي انقذوا جاهز جاهز. حبيب قلبي يا باشمهندس حبيب قلبي يا سلام عليك يا سلام عليك. يعني قدرت تصلحهم هنا وما صلحتوش من عندي. كيف قدرت تعمل؟ يوه امامك صلحته الان امامك.
فنان 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 يا باشمهندس فنان والله العظيم. طيب فينك من الصبح؟ فات زوجتي جالسه مكانك. اي والله صدقك يا سيدي. انا اقول لكم من الصبح كنتم بفصلي. خلاص خلاص يا عامر، قرار انك ترجع لعملك، بس ها ولا شيء اسمع لك صوت ولا قسما بالله افصلك. تمام حاضر. يلا روح غير الملابس هذه اللي دبرتنا فيه به. اسمع وروح بلغ الفروع كلهم انه النظام رجع. تمام حاضر يا مدير. يلا انطلع. تسلم يا فندم تسلم. الله يسلمك، اي خدمات لك؟ والله الله يكرمك. خدمت انا انت بتاعي اهم حاجه. سجل رقمي لو احتجت اي حاجه. معك تلفون؟ ايوه. سمع ايش قلمها ده معي قلمنا هنا كمان. معك قلم ورقه وجاهز من كل شيء؟ كل شيء عندنا، نحن نخدم المواطن باي حاجه. حتى تسجله هنا. خلاص تسجل عليا. كم؟ 70. يسلم تفضل. يلا مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. وصل بالسلامة إن شاء الله. الله يفتح عليك. انتبه بالطريق. مع السلامة. ياسين يلا نروح نلحق الجماعة. يلا نروح ندورهم بالفنادق كله. نزيد برضو نبلغ الشرطة إنه رباش سرق السيارة حقي وخطف السكرتيرة. يلا. يلا. السلام عليكم، كيف حالك؟ ها؟ رباش ها؟ عندنا البنية قام اشتغل لي حاجة ثانية. هي هي تفضلي، لا تستحي صاحبي. يلا مع السلامة، أنا أدخل ها؟ هي 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 هي. يلا تفضلي تفضلي. يلا مع السلامة. ألو. ها يا فندم. هي خدمات يا مدير. اقول لك السيارة حق استرقت. كيف مسروقة؟ وانا شفت السكرتيرية حقك فوقها. كيف؟ حصلت السيارة حقي مع السكرتيرة؟ اصلا هي استرقت هي والسكرتيرة. يا ساعة وانا صلحت التاير حق السيارة وقزعوا من جنبي الان. بنشرتهم الكفار. الله يهديك يا فندم، الله يهديك. طيب يا فندم انا بدالك تابع من عندك وتابعهم لو حصلتهم، وانا بتابعهم من جهتي. يلا مع السلامه. يا مدير قل لي ايش قلك؟ اهدى يا سيدي. وخلك البنت يا مدير. اهدى يا سيدي امرك. يلا ما خليتك ورا الا من بسبب حركه الزبل هذا، لو سمحت اهدى. طيب مو قلك؟ يقول لك انه حصلهم وزاد بنشر لهم التائر. وزاد بنشر لهم التائر، زاد بنشر لهم التائر. خلاص خلاص. طيب الحال، الحال من عندك يا مدير. ولا يهمك. انا عند الله عندك. انا عند الله عندك يا مدير. ولا يهمك. انا عند الله عندك. ياسين اهدى اهدى. انت واثق بي ولا؟ انا واثق. اقسم بالله لا اجيب لك هذا رباش واسحبه من نخره. كيف تسحبه من نخره؟ خلاص يا ياسين تدقق على كل كلمة. أسحبه من نخره كلمة كده عابرة وخلاص. يلا طيب ياسمين الله يحفظك يا مدير. خلاص خلاص سريعا في دارك. يلا بسم الله. الله يربشك. الله يربشك يا رباش، والله ما راحت لك يا رباش. يا ياسمين خلاص اهدى انت. ياسمين ياسمين ما تعرفش انت يا مدير. طيب طيب يا أخي وينك غاب؟ ركضت أم الشركة ركض. يا أخي والله ما أدري وش حصل لي، لكن انا بكلمك بكل اللي حصل لي. ايش؟ لا 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 يا حبيب، لا لا مثل هذه الشخصيات والله ما اقدم له العصير الا بنفسي. روح باشر قسم الهوائل ولا هنا. يلا تحرك تحرك. حاضر. تحرك. واحلى شراب واحلى عصير لاحلى زبون. تفضل تفضل. حياك الله حياك الله. تلفوني. ما لك؟ تلفوني. هداء ما لك؟ تلفوني تلفوني. لا لا هدي جلس. لا لا تلفوني ما انا عارف وين راح. ايش من تلفون؟ تلفوني السيارة. هدا هدا كيف هدا؟ هدا ما لك. دي 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 تلفونك شو اتصل؟ شو اتصل منه ليش له؟ ها؟ شو اتصل له تلفوني بسرعة؟ هذا انا لو سمحت لو معك ضروري يعني. تلفوني. الله يفتح عليك. لحظة. الله. أقول لك سرق 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 سرق. حياك الله. يدق. الو. ايوه ايوه يا اخي حرام عليك، هذا تلفوني اللي معك. ايش
يا اخي لو سمحت لو سمحت، انت فين الان؟ ها؟ يا اخي لو سمحت اشتري تلفون يا اخي كيف حرام عليك؟ مالك يا اخي؟ انا اسف انا اسف انا اسف يا اخي. شوف بهذا تبع عندنا، غسل هنا غسل هنا بالمغسله وانا امامك. انا اسف والله يا اخي. فينك؟ ها؟ وهذا اللي حصل لي، وعاد باقي قصه حصلت لي مع المباشر. بالله اشرح لي ايش حصل لك. دعس يا مديري دعس. لا داعس خلاص، واسمعنا خلاص بطل الكلام وكثرة الوضع حقك. طيب انا ايش بدك تدعس عشان نقدر نحصل ياسمين؟ انت واثق من مرتك ولا لا؟ ايوه انا واثق منك. خلاص بس ما انا واثق من مربوش. مش مربوش، رباش. رباش ولا مربوش؟ انا خايف يربش لي البنت. ان شاء الله ما يربشش ولا شيء. الا قل لي يا مدير. ها لو يجلس يقول لا 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 مدريمو، لانه شل لا 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 لا. تقول كذا حقه الغرام. اخي والله ما راحت له يا مربوش. والله ما راحت له. الله يبشك يا مربوش. يا لا 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 يا لا لا لا. تلفون. اي تلفون؟ تلفون اي تلفون؟ هذا صاحبك وين اللي اطلب؟ صاحبي ما اعرفوش. التلفون اعطيته الان هو. هذا ما نعرفوش خالص. زبون عندكم؟ ما زبون عندنا. تعرفه؟ ما نعرفوش. وين راح؟ ما ادري ايش اقول لك، ما نعرفوش. طيب لو سمحت تلفونك. الحركة مش علينا، قد مشينا عليها كامل. طيب تلفونك لو سمحت، اتصل تلفوني. شو التلفون؟ لو سمحت تلفونك. عمري لله. افتح الرمز. الو يا اخي وين رحت؟ مش قلت لك تلفوني تتصل منه الان؟ ايوه رحت ابحث على تلفوني. طيب ليش اخذت تلفوني؟ علشان اتصل منه، ولا تلفوني ضائع. طيب متى بترجع لي تلفوني يا اخي؟ شوف يا باش مهندس، انا برجع لك جوالك لما نرجع الشركه دي اي اي اس للصرافه لقحطان، لانه هو المالك الرسمي. اما المدير حقكم هذا نصاب. اشتك توقف النظام، رجعنا لحقوق. بب 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 كل هذا علشان قحطان. ايوه الحق يعود لاهله ولو بعد حين. حلو تعجبنا. ام قحطان لا تقلقش، انت مع رباش. مثل ما خططت لنا جبناها جول، والحمد لله انا والسكرتاريه خرجنا لك الاوراق المهمه اللي من خلاله المدير ابراهيم كان اخذ الشركه حقك. تفضل. ايوه تسلم يا رباش تسلم. في ناس ما حمل في قلبه الا الطمع والحسد. ايوه 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 يا عم قحطان، هذا عندنا ما نسموه بحمض الحسد ليك والخبز ليك. فلازم يكون عندك حمض الصبر ليك. واذا اعتمد المدير مره اخرى نجيب له حمض الصفع ليك بالشامبو ليك. ايوه بس لازم نمشي على الخطه المتفق عليها. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أستاذنا كنت أشتي أسألك على ياسين كلهم ده. السلام عليكم. خلاص عرفتونا، لازم عليك تقول أنت. تفضل. يقول له وعليكم السلام. وعليكم السلام. يلا قل له قل له بالموضوع على طول. قل له أنت يا مدير. قل له أنت، هي مرتك مش مرتي. ما قالش زوجتي هي واحد لعندك. هي واحد؟ لا قصده ما قالش زوجته مع زوج الجديد. زوج الجديد؟ انا زوجة. عفوا قصدي يا اخي الحبيب، شفت واحدة مع واحد داخل الفندق لهنا؟ لا ما شفت. ايوه هي شفت، قال ما شافش. لا شاف، الله يودي انه شاف. يا ابني قد طلق، ما شافش يعني ما شافش. خلينا نشوف مكان ثاني. المهم المعذرة يا أستاذ، طبعا أعرفك بنفسي، أنا البشمهندس إبراهيم مدير شركة AAS للصرافة. هو أنا؟ أيوة. الله لا فتح عليكم. ليش؟ معي حوالة ما قدرتوش استلمه، كل ما أجي استلمه يقول النظام خارج، النظام معلق. أوه صحيح
صحيح. أبشرك النظام الآن الحمد لله تصلح، تقدر تسلمي بأي وقت. تحياتي. يلا امشي. أنا شكلي السيناء حاسس إنه يعمل لي مفاجأة. أقول لك تعال ندورهم مكان ثاني. يلا تعال. يعني أنت اللي وقفت النظام؟ أيوه، وعارف مكان رباش وسكرتيرة. إذن الآن خذ جوالك واتصل للمدير. اتصل له الآن. أيوه أيوه يا باشمهندس، أيوه وصلنا نفس المكان اللي قلتنا له. أيوه أنا هناك. يلا شكرا، تسلم تسلم يا باشمهندس، مع السلامة. أخيرا يا ياسين وصلنا المكان اللي فيه بو ياسمين ورباش. عرفته مدير؟ أيوه طلع نفس الفندق الذي قلت لي عنه. أنا أقول لك قلوبنا مع بعضنا وزوجتي، إحنا زي العصافير. صحيح صحيح، أنتم زي العصافير العشاق وكل واحد يحس بالثاني. أحييك أحييك على الرومانسية هذه. خلاص خلاص مش وقت البواس. اسمع الآن، تطلع أنت على طول للغرفة، قد جاب لي رقم الغرفة، ونطلع أنت شول مرتك وأنا شسحب رباش من نخره وأسحبه الشركة سحب. تمام على طول ولا يهمك. بس كيف تسحبه من النخره؟ إيه كلمة كذا كلمة كذا يا سيدي، استعقب على كل كلمة. يلا يلا اطلع يلا اطلع يلا بسم الله. هذه غرفتهم، غرفة رقم 15. الله وقعت يا رباش وما حد سمي عليك. والله لما أسحبك من نخرك ما أقوم أنا إبراهيم. كيف تسحب على نخره يا مدير؟ والله ما شوق على السحب على نخرك إلا أنت يا ظالم. أحيو إبراهيم 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 إبراهيم. من أنتم؟ الآن قحطان صاحب شركة الـ AAS للصرافة، سكرتيرية أمي قحطان AAS للصرافة، زوجها المحترم ومن ساعدنا في هذه الحيلة لاسترجاع شركة الـ AAS لأمي قحطان. قحطان؟ مش أنت قلت يا قحطان؟ أنا صاحي لك من زمان. عمي قحطان صاحي لك، واليوم بصمناك مثل ما بصمته زمان، واسترجع انا حقوقه ونقابل الحيله بالحيله. غدرتوا بي غدرتوا بي اكبر يا حقراء يا كلاب. ولا كلمه. احترم نفسك وزن كلامك، احنا مش كذابين ولا احنا نصابين، احنا رجعنا الحق لاصحابه. والله والله هديك تفتح لك فيك يا ياسمين. ها اسكت، لا تغلط على ياسمين. والله راح على لك فالا ياسين. تعال ياسين، الله تفتح لفك على ياسين. ها اي واحد بيغلط على ياسمين كل واحد. وبمناسبه استرجاع الحقوق لامي قحطان، قرر امي قحطان ان يعطي مكافاه لكل فرد شركه وهو راتب شهري، وبالنسبه لي اعطى لي سياره مكافاه. تخيل امي قحطان. طيب لما اربيكم وارجع الحق لي، الحق حقي انا. ارقدي ارقدي ليك عم قحطان، روح باشر عملك بالشركه، خذ سكرتيريتك، وانتم روحوا بودايع الله، وانا خلونا تلذذ بعذاب الرجال هذا. انا بروي لكم يا حقراء،
انا لم اخذ حقي ورجع الحق لي. ما اخذ ابراهيم يا حقناكم ولا ابرد يا هداد ابرد يا